تصويت 803 آلاف ناخب و 638 بنسبة 8.8%. يا إلهي لا تفضحنا واسترنا أنت الستار. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من لو شو اللي تجيكم نهار السبت على باج واو، ونرجعوا بها على أهم الأحداث اللي صارت في بلادنا. لمكنتي نحب نقول لكم مبروك علينا الكل على خاطر اتخنا التاريخ. لا يعلم الله إلا الغيب. لا لا صدقوني كي نقول لكم رانا اتخنا التاريخ بالقفاز هذا، لأول مرة بلادنا الدوبل وتجيب 8.8. شنو 8.8؟ أي سليمان يا غالي، حتى باش نجحوها بالإسعاف ما نجموش. 8.8% هي النسبة متاع الناس اللي مشاو صوتوا في الانتخابات التشريعية اللي باش يطلع منها برلمان جديد، واللي صارت النهار 17 ديسمبر. تصويت 803 ألف ناخب و 638 بنسبة 8.8%. تعرفوا شمعنا يا جماعة؟ كان صدقني ربي راهو تونس ولات أقل بلاد في العالم اللي يمشيوا ويصوتوا فيها الناس في الانتخابات. تجينا قبل هايتي وجينا قبل افغانستان يا رسول الله. يا ناري على روحي يا ناري. والله يا تونس وخايتي نارك على روحك. اما تهني انا نصور لي زي ما تخليك شكاكة، واكيد باش تشوف فازة وثغرة باش تخلطك على الاقل للعشرة متاع الحاج. سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد فرز جميع المحاضر والتأكد منها قيام 1,025,418 ناخب قيامهم بحق التصويت والإدلاء بأصواتهم في جميع المكاتب والمراكز بنسبة قبال 11.22%. هيا شكون كيف هاك تنطرتي من 8 لل 11 ضربة واحدة؟ مش قلت لك أنا ما تقيسش من رحمة قطعة ربي. أما كوميم راك تونس تقعد أقل بلاد في العالم صوتوا فيها الناس. أما الحقيقة بيزار برشا، وأنا نستغرب على خطر قبل الانتخابات فما شكون قال لنا راهو ممكن برشا باش يفسدوها علينا. راش الغنوشي منذ أيام كان باتصال مع هيكل حزبه وقيادات الصف الأول، كانت باتصال مع هيكل حزب جماعة النهضة والقواعد متاعهم عبر بعض التطبيقات المشفرة أساسا السينيال والتليجرام، وكانت فما تعليمات واضحة من راشل غنوش لهيكله هو لقواعد حزبه أنهم يشاركوا في الانتخابات إذا ما تبين أنه نسبة المشاركة ستكون محترمة في ساعات الصباح الأولى، لكن كيف مش يخرجوا العشية يصوتوا بين ظفرين لأسوأ المترشحين من أجل ترذيل البرلمان القادم. يزي يا راجل سينيال وتليجرام، تو أنت مقتنع اللي المعارضة مسيكنا تنجل تعمل حاجة؟ يا ودي زي ثبت شو هذه القوة التي أراها أمام أعيوني اش قولك تحدث تفض أمورها وتعرف تتكلم هي المعارضة. أما السؤال الحقيقة هو لماذا لم ينتخبون؟ شيء يرضينا سوى عدم الرضا. الله، وعلى رمادي اعتدت قدح زنادي فترجلوا ان اتعبتكم رحلتي اني فتن انجبت فوق جيادي واذا وقعت فتلك موقعتي انا، الشعب شعبي والبلاد بلادي. الله، كلنا فاشلون ولا استثني احد. علاش؟ لانه فبس نشدوا الصف على صديق الاقتراع ولا نشدوا في الصف على الزيت وعلى الحليب وعلى المقارونة. يعطيكم الصحة يا محتكري، يعطيكم الصحة اللي 10 سنين جوعتونا، يعطيكم الصحة يلي كرهتوا البلاد في كرهتوا الشعب في الانتخابات وفي صناديق الاقتراع. برافو انتصرتوا. والله نجوم مشي صحيح من اللول، وبعد فزت حقق وقفت في كل ناي في شيلو. ما تقول انت زعمة الناس نهارة الانتخابات تلمو قاعدة تشد الصف على الزيت والحليب اللي ما خلطتش تمشي تنتخب. يا مراد علاش انا في تقديري نسبة القبيل مشيت شوية؟ تيماو لانه فما ناس دفعت سوارد، فما ناس عملت لوبيين وعملت لوبيين في الاعلام وعملت لوبيين برا للضغط معناتها بدول اجنبية على المسار السياسي بتاع تونس. مؤامرة تو انت تعمل هكا وتحب هو يقبلك ليش يقبل فيه؟ هكا تولي حكاية اخرى. اما صدقني انت بيدك لو كنت فرجت وتبعت الحملة الانتخابية راك ما زرقت السبعك ومشي تصوت. اما بيناتنا ناري عليك يا تونس وين وصلوك، ويا خوفي وين بشي هزوك يا رسول الله؟ 12 سنة بعد الثورة مجلس النواب باش يطلعوا فيه ناس منتخبين بألف صوت وخمسمية صوت لهالدرجة؟ هيا هسيدك حطوا الانتخابات على جنب، الكلنا نعرفوا انه تونس في مفاوضات عندها برشا مع صندوق النقد الدولي باش تاخذوا قرض بقيمة 1.9 مليار دولار باش نسلكوا به امورنا ونحركوا الدولاب. ونهار 19 ديسمبر كان مقرر انه باش يصير اجتماع اللي باش يشوفوا وقتاش باش يعطيونا فيه القرض، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان
وتعمل هكا تونس تجي على برا. والقرض اللي باش ناخذوه اتأجل. بالله اللي مصلحت من؟ لمكنتي ما نعرفش، اما اللي نعرفه انه مستحقين الفلوس وما عندناش مين باش نجيبهم. اما انا سؤالي في وسط هذا كل، علاش ما خديناهوش وش بينا تأجلنا؟ قيس سعيد هو اللي ما باش صندوق النقد الدولي يوافق على القرض لتونس. كيف قيس سعيد هو اللي ما باش. معناها راه مش نستناو في صندوق النقد، مش نستناو في صندوق الرئيس. قيس سعيد ما باش. علاش قيس سعيد ما باش؟ على الاملاءات. لانه كان نمشوا باملاءات صندوق النقد الدولي نمشوا الحرب اهليه. لا يا رجل ما تقول هذا الكلام، يعني الحكومه عندها عامين تفاوض وماشي وجاي على واشنطن وتكسير راسه طبعا اوراق وامشي ويجا واحكي وتفاوض، وبعد تقول لي وانه الرئيس هو اللي ما حبش وكنطرهم وش بدهم في اخر لحظه. فاللي نعرفه انا نحبوا ناخذ القرض، ما ناخذوهوش لازمنا فلوس ولازمنا نصرفوا من يمشي يجيبوهم باش نشريو قمح ايسونس وغيره. وهو شيء على عينيكم كيفاش الدنيا مفقوده. اما نحن باش ناخذوا المعلومه الصحيحه مع المسؤولون في البلاد في علقلي مع العرجقلي. عزيزي مرحبا بيك سي العرجقلي، فرحانين كالعاده اللي انت موجوده معنا باش ناخذوا ما عندك المعلومه الحصريه. لو كنت تفضل وتقول لنا علاش يا اخي تونس مازالت توا ما خذتش القرض مع صندوق النقد الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا ليك لؤي على الاستضافه مره اخرى، وان شاء الله نكون قادر اني نبر لكم ونعطيكمش الاجابات الصحيحه والمقنعه. والله بالنسبه للسؤال نتاعك فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، ظهر لي واضحه استراتيجيه الدوله وكنا قد اعلنا عليها قبل، ان نحب ندخل كحكومه نحب ندخل للتاريخ. هذا هو الهدف نتاعنا الذي ارسيناه ل 2023، دخلنا للتاريخ بنسبة المشاركة في الانتخابات المنحطة الهزيلة المسخرة، وذلك راه مخطط له. هذاك جزء من الهدف نتاعنا باش ندخلوا للتاريخ، والجزء الثاني من الهدف هو ان نفقر وجوع الشعب نتاعنا وماضونا في هذا السياق ان شاء الله. وقاعدين بشويه بشويه من عادش لاحظتوا الزيت ما عادش تلقوه، الماء كيف زاد، الماء المعدني مقطوع، الحليب حدث ولا حرج، الليسونس باش تولوا تمشوا على كرعيكم. الحمد لله ماضين في الهدف نتاعنا نحو الدخول للتاريخ من اوسع الابواب نتاعه وباكثر من هدف ان شاء الله. شكرا ليك سي العرجقلي. الحقيقه بعد كلامك هذايا انا منقول كان ربي جري على صلاح وستر الله. هذا هو الواحد ما يتمنى كان الستر في الدنيا هذه، مش مهم الفلوس، المهم الواحد يعيش بكرامه. هذا هو. شكرا ليك سي العرجقلي. هكا كونوا كملنا حلقتنا اليوم من لو شو. كان تحبوا تسالوا اسئله سي العرجقلي حطوا له في الكومنتات، تنساوش بارتاجيو تعملوا جيم وتحطوا لي زاده كومنتاتكم، ونحن نتقابلوا في الحلقه الجايه.